هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. الذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أو بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون الطيبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما تلقيناه من الأسئلة منكم من المشاهدين والمشاهدات حول بعض الأمور التي تمس العبادات وتمس بعض العادات وتمس بعض جوانب الحياة، مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نفصل فيها بالجواز أو بغيره حسب ما يوفق الله تبارك وتعالى. وتوصلنا أو انتهينا إلى سؤال يقول فيه صاحبه أو صاحبته: ما حكم القطرات التي تلمس الثوب بعد النضح من المذي جزاكم الله خيرا؟ كل أو معظم الأسئلة تحتاج إلى شيء من الاستفسارات، وما ينبغي أن نضع لها احتمالات معينة ثم نجيب على كل احتمال. تسأل عن القطرات التي تسيل وتمس الثوب بعد النضح، بعد عملية النضح. أولا، إذا كان نضح الثوب بمعنى شبه غسل، يعني أعطوه وضعوا عليه ماء أو يعني غسلوه، كيف بعد ذلك مسته القطرات؟ يعني هل لبسه؟ فإذا لبسه مع تحت المذي جاء من بعد، بخلاف مثلا لو كان مسه والإنسان الآن تغتسل أو غسل، هذا الأمر يسأل بعد ذلك عن إزالة النجاسة. حتى عندنا عند المذهب على قولين كلاهما مشهور: هل الوجوب ولا الاستحباب فقط؟ يعني إنسان في ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة أو مكانه نجاسة، هل اسمها طهارة الخبث، هل يجب إزالتها وإلا الصلاة باطلة؟ نعم، قول مشهور، وليس واجبا. يمكن للإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة وصلاته صحيحة، على قول، وعلى قول في المذهب يعني عند المالكية، وهو قول مشهور صحيح، والأدلة عليه كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا مرة وجاء بعض كفار قريش وعلى رأسهم عقبة بن أبي معيط، وأفرغ على جسده على ظهره ورأسه سلى جزور. الناقة يعني ولدت قبل ساعات وكذا، وجاء بالبقايا وألقاها، النفس بقي ساجدا وما ترك سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم مرة مثلا كان يصلي بالصحابة، والحديث صحيح ويستدل به فقهاء المالكية، صلى بهم صلى بهم ركعتين، يعني أثناء الصلاة انتزع نعله ووضعه بجانبه، فالصحابة يرون هذه العملية هذه فنزعوا أحذيتهم نعالهم ووضعوها جانبا. فلما كمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم: ما لكم فعلتم؟ لماذا فعلتم؟ قالوا: يا رسول الله شفناك انت لفت، نحيت صباطك بالمعنى، نحينا احنا. قال: لا، إنما أتاني جبريل فأخبرني وأنا في الصلاة، هو في الصلاة، أن في ثوبه، أن في نعله نجاسة، نحيتها. هل هذا الحديث يدل على أن النجاسة تبطل الصلاة؟ لا يدل، لا يدل. لماذا؟ لأنها لو كانت نجاسة تبطل الصلاة لكن نحاه وعاود الصلاة، يعني سلم ولا ما سلمش وعاود الله أكبر، لكنه كمل، فدل على أن الركعات أو الأجزاء من الصلاة التي صلاها ونعله يعني وهو منتعل ذلك النعل فيه جناسة معفو عنها. لعلينا مش هذا هو الجواب، الجواب هو من مسألة المذي. المذي لأن هناك المني وهناك المذي وهناك الودي وهناك البول عزكم الله. المني ما عليه جنابة وغسل في الحالة الأصلية، ليس في حالات معينة أخرى التي لا يجب منها إلا الوضوء وإن كان منيا يعني دفاقا. المذي هو رجل ابتلي مثلا بالتفكير، بالإنعاض، بصور معينة تتزاحم على مخيلته، فيسيل منه قطرات. هذه القطرات تكون بشيء من يعني نوع اشتهاء أو تلذذ، هذا ليس بولا ولا منيا، هذا مذي، هذا مذي.
الودي يخرج ماء خاثر يخرج بعد البول، يعني البول بعد يخرج واحد الماء خاثر، هذا ما عندوش علاقة، هذا كما البول وانتهى الأمر. المذي شيء آخر، المذي يخرج بنوع شهوة وليست مع هذه المعروفة. ما الذي عليه؟ ما الذي عليه؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء يخرج منه كثيرا، واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بنتها عنده، يعني الدين فيه شيء من الحياء، طبعا لا حياء في الدين يمنعك من أن تتعلم، بصح ما ينبغي أن يكون هناك حواجز ترفض منك هذا. فكان أرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يجب منه غسل المحل ونضح الثوب، يعني يجب منه غسل المحل. فنعاود الآن نلخص في الجواب: إذا سال مذي من مذي وأصاب الثوب، الواجب أمران اثنان: أن يغسل المحل الذكر أو المحل بنية، بنية يعني غسل الأثر هذا، ويغسل أيضا أو ينضح الثوب، وبعد ذلك يصلي فيه الإنسان، هذا حتى يسلم. أنا قلنا في البداية: ماذا لو أنه لم يفعل وصلى به وكذا، هل صلاته تصح ولا لا تصح؟ ذكرنا أن الصحة موجودة، لكن شيء يسموه سلامة الصدر، الارتياح، الاطمئنان، وإن كان قولا موجودا صحيحا مشهورا في المذهب، مشهورا في المذهب، إلا أن القول الآخر المشهور أيضا موجود بأدلته فيه نوع اطمئنان. هذه عبادة، والاحتياط في العبادة أولى من غيرها. وبالتالي على هذا الذي فصلناه، يغسل محل السيلان ثم ينضح الثوب ويغسله ويدخل في صلاته إن شاء الله. سؤال آخر: كيف السبيل لتجديد الإيمان في قلوبنا؟ طبعا هذا وإن كان لم يكن من الأسئلة الفقهية، تحتاج إلى مواعظ في المساجد أو في غيرها، لكن لا يعني لا فرار من الجواب عنه. الإيمان صح موجود في القلب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كان يشير إلى قلبه أو صدره صلى الله عليه وسلم. الإنسان معرض للفتن، للمشاكل، للأزمات، لضعف الإيمان، للإرباك، لوجود فتن معينة، مغريات معينة، مشتهيات معينة، هذه كلها إذا توالت عليه أو تراكمت تربكه، تحبط من درجة إيمانه، من منسوب الإيمان، وتصبح عناصر المقاومة والثبات والمضاء ضعيفة جدا، بحيث لو كان جه بعد ذلك أي فتنة مهما كانت صغرت ستوقعه، أي اشتهاء يسيل لعابه له، فإن كان مالا أو كان من أي شهوة من الشهوات. فيحتاج مع وجود هذه الأشياء إلى أن يرفع الإيمان، يرفع الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زدناهم هدى. فهناك ازدياد الإيمان، ازدياد الإيمان يكون بشيء بأمرين اثنين: بالنظر إلى بعض الأمور التي قصر فيها أو معاصي أو ذنوب، فيستغفر ويقر ويعترف. هذه العملية إن صاحبها الشعور ممزوجة بهذا الانكسار، هذا محض الإيمان: اعتراف، استغفار، ندم، شيء من البكاء، شيء من الدعاء، هذا محض الإيمان، ويزيد في الإيمان، يزيد في الإيمان، ويزيد في شيء اسمه المروءة. المروءة لأنك تقبلك تبكي وكنت تدعي: يا ربي اغفر لي، يا ربي اعفو عني، اللهم اصفع عني، استغفر الله، كيف وقعت. هل يمكن لمن يقول مثل هذا أن يعود إليها سريعا؟ شيء غريب. فعلى الأقل إن لم يتركه تقوى يتركه حياء. الأمر الثاني هو الفعل، الطاعات، البر، شيء من الصدقة، شيء من الصلاة، من قيام الليل ركعتين في الليل، من صيام يوم، من قراءة القرآن وتدبره، هذه كلها. أو المخالطة، المخالطة والاجتماع، الإنسان يروح وعارف بلي في المسجد الفلاني كاين درس يوم الأربعاء مثلا، لا يخرجه إلا أن يحضر. جددوا إيمانكم بالتلاقي، جددوا إيمانكم بالذكر. فإذا ذهب وجلس هناك، أتعرف ما هو الأجر؟ أنت تعرف للمسجد تاع الحي نتاعك ولا تاع اللي بعيد عليك شوية، عندهم نهار اثنين ولا ثلاثة ولا كذا الدرس، وانت تروح من دارك ولو لا قصد لك، طبعا الصلاة هي الفرض، لا قصد لك مع الصلاة أو بعد الصلاة إلا باش تحضر الدرس. أتعرف ما لك؟ عندك حجة كاملة، كاملة التكاليف، كاملة الأجر والثواب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى مسجد أو لبيت من مدلله ليس لا يخرجه إلا علم يعلمه أو علم يتعلمه، إما رايح يدرس ولا رايح يحضر الدرس، إلا كان له مثل أجر الحاج. الحاج يا صاحبي أنت يا أخي 52 ولا 56 مليون وتروح حتى لهذيك الأماكن وتظل الدور وتجري وترجم وكذا، ويا ربي إذا جبتها 100% الناس يروحوا ثم، ومساكن تروح لهم أخلاقهم، تروح لهم الرجولة نتاعهم والمروءة نتاعهم، تروح الدين نتاعهم. وبالتالي تجديد الإيمان بأشياء كثيرة، لعلها أيضا بمسألة تقليص من فعل المعاصي. المعاصي عبارة عن أشياء تشوش على العقل، تشوش على القلب، تشوش على النفس والروح. وبالتالي أنت تقول لي بلي أنا رحت والله رحت نصلي نقوم الليل كيف وعقلي وين كان، أنا صمت يوم كامل كيف ما حسيش بلي كاين إيمان. لا ما تقوليش شربت أنا كأس من عسل النحلة عسل السدرة، يعني جابوه لي هذك 100%، بصح زادوله شوية علقم وشوية قطران وكذا، وتقول ما جانيش حلو أنا كما قبل. من يجيك حلو أنت خلطت مع هذك الأشياء؟ فابتعد عن المعاصي قدر ما تستطيع، قدر ما توفق، والتزم بشيء من الطاعات. سؤال آخر، تقول أخت تزوجت من رجل يشرب الخمر ولا يصوم ولا يصلي، لطيف، هل زواجها صحيح؟ ونقولها للأخت هذه وين كانت قبل ما تتزوج؟ السؤال هذا لماذا يرد بعد أن ترتبط به؟ خلاص راح تحت عصمته، تزوجت بواحد خمار سكرجي وما يصليش ما يعرفش القبلة وما يصومش رمضان، يا لطيف، هل زواجها صحيح ولا غير صحيح؟ هذا السؤال يعني لولا أن الإنسان يعني يشعر بشيء من التبع أو المسؤولية لا يجيب عن مثل هذا السؤال. لما لا يكون قبل الابتداء بالفعل؟ ومع ذلك نجيبها. هذه جملة معاصي، هذا ليست كفر، الكافر المشرك لا يجوز الارتباط به ولا يجوز الزواج به، هذه جملة معاصي حتى وإن كانت من الكبائر. الخمر أم الخبائث، ترك الصلاة من جرم من أخطر الجرائم والعياذ بالله، ترك الصيام رمضان السلف الصالح كما يقول الإمام الذهبي ما كانوا يعرفون ذنبا أخطر من ترك الإنسان لصوم رمضان. ومع ذلك نقول إن كان يشرب الخمر لفرط هوى وكذا 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 أسأل الله أن يعفو عنه وأن يتوب عليه، وإن كان قد ترك الصلاة تكاسلا وما والفهاش والصيام أسأل الله تبارك أن يتوب عليه، ويجوز الارتباط به، يجوز الارتباط به، بصح من حقها أنها ما ترتبط ومن حقها أنها تطلب الطلاق، لكن من حقها شيء ويجب عليه شيء آخر. من حقها ما ترتب ما تبقاش في بيت في هذا البنادم هذا، لكن ليس لا يجب عليها لأنه لم يصل إلى درجة الكفر الذي يفرق بينها. ترك الصلاة على نوعين: جحود وإنكار أو تكاسل. هذا السؤال أعتقد أنني سأرجع إليه إن شاء الله لضيق الوقت لأهميته، ولأن لا يستغرب بعض الناس كيف محكم هذا سمعنا قال لك باللي يجوز الارتباط به. نعم يجوز، ومن قال بأنه لا يجوز؟ من قال؟ أول ما هو حد جواز الارتباط وعدم الارتباط؟ هذه من المعاصي، لكن هل يحق لها، هل يجوز في حقها أن تطلب التسريح والطلاق؟ هذا شيء آخر سنكمل فيه التفصيل بحول الله فيما نستقبل، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها. فؤادي ظامئ للخير. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر.